الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسبيلا ممهدا ميسرا إلى الجنة، ونصلي ونسلم على خير من صلى وصام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون، أمنكم الله في الدنيا والآخرة. إن الأدعية مرايا تعكس همومنا وما يقض مضاجعنا ويشغل بالنا، ونريد أن نفضي به إلى ربنا سبحانه وتعالى. نعم، قل لي أدعيتك أدلك على همومك وما يقض مضجعك. فإذا سمعتك مثلا تدعو لأهلك وذريتك، علمت يقينا أنك مشغول مهموم بأمر أسرتك. وإذا سمعتك تدعو بالصحة والعافية، علمت كذلك يقينا أنك منشغل مهموم بأمر صحتك، إما لمرض قد ألم بك أو وجع قد أضناك. ولقد حدثنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى عن الكثير من الأدعية التي تدل على سمو هموم أصحابها ورفعة مشاغلهم. ومن هذه الأدعية ما جاء في سياق حديث الله عز وجل عن صفات عباد الرحمن، حيث ذكر الله جل وعلا أن من صفاتهم أنهم يدعون الله عز وجل بدعائين، داوموا على هذين الدعائين حتى صارا سجية وطبعا وصفة لهما. والدعاء الأول وهو الماثل في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والدعاء الثاني وهو الوارد في قول الله جل في علاه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نترك تفصيل القول في الدعائين إلى الحلقات القادمة، والآن نقف على لطيفة من لطائف القرآن نصوغها على شكل سؤال: كيف جعل الله سبحانه وتعالى الدعاء صفة، أي دعاء هؤلاء، أي دعاء هذه النخبة الطيبة المباركة المشمولة برحمة الله، كيف جعل الله دعاءها صفة لها؟ تعلمون أيها الكرام أن الفعل لا يصير صفة لصاحبه إلا إذا لزمه وداوم عليه وأكثر من فعله، آنذاك يصير الفعل صفة وسجية، وطبعا يوصف بها هذا الفاعل. والتعبير في الآيتين بصيغة المضارع يفيد أن هذه حال ملازمة لهم يداومون عليها دائما وأبدا. أيها الكرام، إنما حدثنا الله عز وجل عن صفات عباد الرحمن لنسارع إلى الاتصاف بها، وأنت تسارع إلى الاتصاف بصفات عباد الرحمن لا تنسى أن تسارع إلى دعاء الله عز وجل بهذين الدعائين حتى يصيرا صفة لك وطبعا لك وسجية لك، مما يدل على سمو همك ورفعة مشاغلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.